بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح أعزائي متابعي برنامج أبناء الرافدين من خلال قناة الحياة المسيحية التي هي صوت لكل المسيحيين. حلقتنا اليوم بعنوان توبة شاول وتغيير حياته، ولح نتشارك من خلالها مع أحد أخوتنا في جسد المسيح الذي اسمه ضياء. وضياء كان إنسان مسلم من خلفية إسلامية، من عائلة مسلمة. رح نستمع إلى اختباره. غير اسمه من ضياء إلى بولس الصغير. خلونا مع بعض نشارك في اختبار أخونا ضياء. تفضل ضياء، احكي اختبارك. سلام المسيح، تحية طيبة إلى قسيس بشار حداد وإلى قناة الحياة وإلى برنامج أبناء الرافدين الذي هو صوت لمن لا صوت لهم. أخوكم مؤمن بالمسيح من خلفية إسلامية، أخوكم ضياء، وحبيت اليوم أشرح اختباري. اختباري هو يبدأ من لما كنت عسكري. أيام ما كنت عسكري من 2004 ابتديت بالسلك العسكري. أنواع العسكرية اللي خلتها كنت بالصحوات، كنت بالميليشيات وغيرها من أمور عدة وحراسات ليلية، إلى أن وصلت عام 2016 وصبتي ما زالت بقدمي، والقسيس بشار حداد أيضا يشهد على هذا الأمر. وبعد ما تصابت تعرفت على شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. بعد ما صرخت ويعني كنت شبه ملحد، لكن الرب يسوع المسيح له كل المجد اتعامل وياي وأظهر لي شخصه بخلال 3 رؤى، 2 منهم تكرروا عليه والرؤية الثالثة يعني شبه ميت كنت في مستشفى، لكن الرب يسوع المسيح له كل المجد هو اللي وعاني. طبعا بهاي 3 رؤى يعني ما عرفت انه هذا الشخص منه اللي كان يساعدني منه، فحبيت انه انا ابحث عنه. بحثت عنه بكل النت، ما قدرت انه انا القى شيء. ما عرفت ليه، ما كنت اعرف الشخصية اللي كنت ابحث عنها شنو. سويت بحوثات بشكل دقيق، اجيت على الاديان، وصلت الاخرشيد يعني من خلال الانترنت. شفت الاخرشيد هذا انه هو يسب القرآن ويسب الإسلام ويسب يعني الدين الإسلامي وغيرها من الأمور. كنت بصراحة ببداية لما أشوفه أتعصب، بعدين الرب شجعني أنه أنا أبوع حلقاته، وشفت أنه هو اللي دا يحكي صحيح، لأن قمت أتابع وراء وقمت أفتح كتب وراء وأعرف هذا الأمر، لأن أنا أيضا درست بحوزة السيد محمد صادق الصدر لمدة شهرين، الحوزة الناطقة، فأعرف بهاي الأمور، أعرف القرآن وغيره. فدرست وراه وشفت انه هو كلامه كله صحيح، ما بي اي شيء غلط. فقررت انه انا الحج، ما كان عندي دين. بعدها فترة وجيزة صار عندي جاي الى بغداد، ومن ثم شخص كنت يعني انا اشتغل يمه، هذا الشخص حاليا هو ما ادري وين صفه في الدهر. هذا الشخص يعني صار كلام بيني وبينه، وهو اللي دلني على شخص الرب يسوع المسيح له كل مجد، وخلاني أعرفه من خلال تبشيره إلي هو، وسألني أنت تحب تعرف هذا الشخص اللي ظهر لك؟ قلت له إيه. أعطاني كتاب المقدس، طبعا بداية رفضت أخذه، لكن هو ألح علي وأعطاني. بعد ما أعطاني كتاب المقدس وقال لي هاي الشخصية تقدر إنه هي تحصلها بالكتاب المقدس، تقدر أثناء بحثك تعرف إنه هاي الشخصية نفسها اللي أنت تدور عليها موجودة بالكتاب المقدس. وقال لي إذا مو موجودة يعني حقك بهاي الرقوة، سوالي هالشكل. قال لي هذا الشخص نفسه اللي أنت تدور عليه راح تلقاه بالكتاب المقدس، وقال لي هذا الكتاب عهدي، العهد القديم والعهد الجديد، تأخذ العهد الجديد وتمشي به، تقرأ من إنجيل متى إلى سفر الرؤيا، بعدين ترجع على العهد القديم. إذا قريت من العهد القديم للعهد الجديد راح تصير عندك لخبطة. أعطاني هاي الأمور، فقررت إنه أني أخذ كتاب المقدس من عنده وأقرأ،
فأخذت الكتاب المقدس من عنده ورجعت إلى شمال العراق، وبعد ما كانوا أهلي يعني وقتها كان محرم، فقرروا إن هم يروحون للحسين مشي، فأني بصراحة تركت هذا الأمر ورجعت إلى أربيل وقعدت ببيتي وفتحت الكتاب. طبعا مرتبك من عندك كنت، بعدين تشجعت قمت أقرأ نسب يسوع المسيح بالأصحاح الأول بإنجيل متى، بعدين وصلت للأصحاح الخامس الموعظة على الجبل. من وصلت الموعظة على الجبل شفت نفسي إنسان ثاني، هذا الشخص اللي دا يتكلم بالموعظة على الجبل ودا يقول هاي الكلمات طوبى للحزانة، طوبى لأنقياء القلب، طوبى للودعاء، طوبى للرحماء. هاي الكلمات من دا ينطقها عباقي دي يحكي عني أنا. وطبعا أنا بهاي الحالة شنو، بصاحب ميت وبرجل متصوبة، وهاي الرجل أقصر من هاي بثلاثة سنتيمتر، يعني كنت بنهار مثل ما نسميه عندنا بالإيمان المسيحي، روحيا كنت منهار منتهي. من شفت الرب يسوع المسيح دا يحكي بهاي الأمور بآيات التطويب وعطة الجبل، وشفته دا يعزيني شخصيا، بجيت بجي ما صاير، وتيقنت انه هذا هو الشخص اللي ظهر لي 3 مرات، واللي انا متأكد بعد ما تعرفت عليه انه هو خلصني من العسكرية، صاحبي من الصوع يعني من كتل بصفي، الطلقة من جت براسه كنت واقف بصفه، كان ممكن انه هي الطلقة تجي براسي لكن طلقة القنص اختارتها هو. وبعدها الرب عاقبني من خلال رجلي لكن خلاني اعرفه، واشكر الرب انه خلاني اعرفه، واشكر القسيس بشار حداد اللي فتح هاي الفرصة واتاح هاي الفرصة في سبيل انه احنا نسولف اختباراتنا مع الله وتعاملات الله معنا، وعلى انه الله مثل ما مكتوب بالكتاب المقدس هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. فتعاملات الرب معنا كانت غريبة عجيبة، لكن هو إلهنا ما قادر على كل شيء، يعني الغير مستطاع عند الناس مستطاع عنده، وهو هو أحد أسماء عجيبا مشيرا رئيسا للسلام حسب ما مكتوب. فنشكر الرب اللي حررنا من ظلام الإسلام ومن عبودية الإسلام وأتى بنا على نور المسيح وخلانا أولاد إله وخلانا ملوك وكهنة. وكما أتقدم بالشكر لقسيسنا المبارك القسيس بشار حداد اللي احد نهضاء، يعني احد الامور اللي عبرت بها لما عبرت ووصلت مستوى معين من العبور صارت عندي حروب روحيه وسقطت روحيا، والكل عافني وتركني، لكن القسيس بشار حداد والقسيس سالم مراد وقفوا وياي وشافوني بعيون المسيح ورجعت رفعت روحيا. الرب استخدم القسيس بشار حداد واستخدم القسيس سالم مراد في سبيل النعاني أكون واقف على رجلي من جديد، وأشكر الرب من أجله، هو أب وأخ وصديق روحي لي، أقرب شيء لي ويعرف كل صغيرة وكبيرة عني. وأشكر إلهنا من أجل القناة المباركة، وأصلي لإخواني المسيحيين اللي هم ولدوا مسيحيين أن يتعرفون على الرب يسوع المسيح ويتقربون عنده أكثر وأكثر، لأن مكتوب بالكتاب من تعلق بي أنجيه أرفعه أشبعه وأريه خلاصي. الرب يسوع المسيح يبارككم وتكونوا سبب بركة وسلام ونعمة تملأ قلوبكم جميعا. وأشكر قناة الحياة وصلوا من أجل الأخوة المسيحيين اللي هم من خلفيات إن هم الرب يبارككم يتمجد معهم أكثر وساندوهم على قدر الإمكان إذا كان روحيا أو ماديا أو معنويا من خلال قناتكم المباركة. نعمة والسلام من الله الأب ومن الرب يسوع المسيح تملأ قلوبكم جميعا، وتحياتي لكم. أخوكم المؤمن بالمسيح من خلفية إسلامية ضياء. بعد ما تشاركنا مع بعض في اختبار أخونا ضياء وتباركنا مع بعض، خلونا نتشارك في كلمة الرب من الكتاب المقدس من إنجيل متى وإصحاح 5:40، نبدأ القراءة. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه 2، ومن سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم،
باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم، فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على أخوتكم فقط، فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. آمين. حابب أقدم رسالة قبل ما ننهي البرنامج في الصلاة. رسالتي إلى كل أخواني من القصص والخدام والمؤمنين. لما يجينا شخص ويؤمن بالمسيح، اتذكر أنه هو يجيب أمور من حياته السابقة، يعني يحتاج مساعدتك حتى يتعلم، يحتاج تحتضنه، يحتاج تحبه. المسيح علمنا أن نحب أعدائنا، فما بالك إذا شخص يجي يطلب منك المسيح؟ ما يحتاج نشتغل مخابرات ونقعد ندور وراه من هو أو شنو حيسوي، هل هو أمين؟ هل هو مؤمن؟ مو شغلك، شغلك أن تعتني به وأن تحبه، وخاصة إذا كان من الخلفية الإسلامية بمحبة المسيح. خلونا نعتني بأولاد المسيح الذين يتم ظلمهم في هذا الوقت بسبب الفكر البشري. المسيح علمنا إذا واحد يطلب منا الرداء نعطيه ثوب أيضا، وإذا واحد سخرنا ميل نمشي مع ميلين، وما نحب بس أقاربنا، نحب الكل. المسيح أحب العالم، مكتوب هكذا الله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بمحبة المسيح تقبلوا هذه الرسالة مني بكل محبة وتواضع. خلونا نحب بعضنا تحت اسم يسوع المسيح. المسيح يجمع لا يفرق، خلونا نجمع ما نفرق. دعونا نصلي. يا رب يسوع، أضع بين إيدك كل خادم، كل قسيس، كل مؤمن. يا رب أنت تتعامل مع قلبه وتخليه يكون راعي أمين يا رب على رعيتك، وأصلي يا رب إلى كل رعيتك يا سيد أن تعتني بيها يا رب، وأن تبارك الرعية والقصص والخدام لكي ما يعتنون بيهم ويكونون أمناء يا رب مثل ما أنت كنت. إذا كان عندك يا رب حظيرة كاملة 99 كنت تترك الحظيرة وتذهب وراء الضال، خلينا نترك يا رب ونذهب وراء الضال، وراء الخاطي الذي يا رب يكون يا رب ممكن يا رب في هلاك أو تعب. خلينا نصلي من أجل بعضنا يا رب ونتحد، خلينا يا رب نحب بعضنا البعض. اسكن يا يسوع المسيح في كنيستك وفي بيت المؤمنين المسيحيين، والمس يا رب باقي أخوتنا يا سيد. نطلب بركتك على حياتنا في هذا اليوم في اسم يسوع المسيح، آمين. سلام المسيح أعزائي مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.